رايك ايه بعد فوز النادي الاهلي على المصري امبارح وصداره الدوري؟ طبعا الاهلي طبعا متصدر دايما، حتى اخر 15 لقاء ليه هو فايز فيهم، فلو هو بس كان حبه التعديلات بس عندهم شويه، طبعا عشان افريقيا والتاجيلات وكل دوت، فعشان كده الاهلي رجع بكل قوته. هو الاداء ما كانش احسن حاجه، بس اهم حاجه الاستمراريه على الفوز عشان ناخد الدوري. قدامنا 7 متوشه جايه، فلو كسبنا 4 متوشه احنا هناخد الدوري، فده شيء كويس جدا يعني. بص اكيد طبعا الفوز امبارح كان فوز مستحق. طبعا الاهلي الفتره الاخيره دي متوشه ورا بعض كتير، اجهاد للعيبه، ففضل الله ان هو ينتصر في على بيراميدز رايح جاي، ويكسب امبارح المصري، وقبلها كان فيوتشر، فطبعا المشكله دي كلها صعبه. لما بيلعب المؤجلات ادينا بنشوف النادي الاهلي بيكون في صداره الدوري. ممكن نعمل احسن على فكره، بس اللي هو خير يعني. انت شايف ان النادي الاهلي اكيد دايما على طول مشرفنا ورفع راسنا لفوق، والحمد لله يعني على اللي هو حققه امبارح، واحنا متوقعين كده يعني. انا على مستوى المنافسه بقى في هداف الدوري، فيستون مايلي يعني نجم بيراميدز ب 14 هدف، حسام اشرف بلديه المحله 12 هدف، عندك في وسام ابو علي في النادي الاهلي 12 هدف، ماشي ياو النور 11 هدف، في كل الترتيب ده من قادر على حسم لقب الهداف؟ هو لسه وسام ابو علي قدامه كام ماتش تاني، فممكن لو تالق فيهم ممكن يتصدر كل دول يبقى هدف الدوري. ممكن لو وسام ابو علي استمر على هذا التهديف ممكن ياخد هدف الدوري. والله لو وسام علي استمر على النسق اللي هو ماشي فيه دوت في الترتيب الهدافين، ممكن يعتقد ان هو هيتقدم ويحسم لك هدف الدوري، خصوصا ان هو مهاجم قناص. ان شاء الله وسام ابو علي برضه. وسام ابو علي ان شاء الله باذن الله. شوف وسام ابو علي جاي امتى وفيستو مالين ده جاي امتى. وسام ابو علي جاي الدور الثاني. وسام ابو علي جاي من بعيد، لو قدر ان هو في السبع مباريات دول ان هو يمشي على نفس الريتم اللي هو ماشي فيه، ان شاء الله هيكون هو الهداف. وسام ابو علي جايب 12، فاعتقد مع ان هو كل ماتش تقريبا بيجيب على الاقل جونين او جون، فاعتقد بالمستوى ده هو يبقى هداف الدوري. طبعا هل إيليو ديانج للدوري السعودي على سبيل الاعاره شايف النادي الاهلي هيفتقده ولا مش هيتاثر؟ لا، نادي الاهلي كبير قوي انه يفتقد لاعب واحد، فمش هيفتقده صح. إيليو ديانج بصراحه كان هيفرق معانا، لان هو اولا البدني بتاعه كويس جدا، تمام، وبيعرف يخترق، يعني الدريبلنج بتاعه كويس جدا، لو شفت له كذا ماتش يعني بيستلم الكره هو بيروح ناحيه الجون، واول ما بيوصل كده عند ال 18 او قبلها وكمان بيسدد حلو، فهو إيليو ديانج بصراحه كان هيفرق معانا جدا، فشايف ان هو قرار مش موفق ان هو يروح للخلود.